بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خليل بن حمدان الغامدي، رئيس قسم الأزمات بإدارة البلاغات والأزمات. سأتحدث معكم اليوم عن في هذه المادة أنا وعدد من زملائي في الإدارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية عن نبذة عن المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، وعن مواد لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ذات العلاقة برقابة ما بعد التسويق. ستكون هذه المادة مقسمة إلى عدة أجزاء، كل جزء يشرح أحد إجراءات ومتطلبات المتعلقة والتي تهم الممثل القانوني والموزع أو المصنع بما يخص إجراءات المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية. المتوقع من المتدرب بعد إكمال هذه المادة أن يكون على معرفة ودراية بالمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية وما هي أهداف هذا المركز. أيضا سوف يكون على دراية ومعرفة بالاستدعاءات وإشعارات السلامة الفيلد سيفتي نوت أو الريكولز، كيفية رفعها عن طريق الموقع خطوة بخطوة، وكيفية الإبلاغ عن حوادث الأجهزة والمنتجات الطبية وما هي المتطلبات اللازمة لإكمال إجراءات التحقيق. وكذلك سوف يتعرف على ما هي التحذيرات ورسائل السلامة وما هو المطلوب من الممثل القانوني حيال إذا قامت الهيئة بنشر تحذير للمستهلكين أو الممارسين الصحيين. المتوقع من المتدرب والمتلقي بعد إكمال هذه المادة أن يكون على معرفة بالمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، وكذلك كيفية التسجيل وتعيين ضابط اتصال للممثل القانوني في المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، وما هو دوره ولماذا، وما هي الاستدعاءات وإشعارات السلامة وكيفية رفعها عن طريق النظام موقع إلكتروني للمركز، وكيفية إقفالها وإتمام المتطلبات الخاصة بإقفال إشعارات إنذارات السلامة. أيضا ما هي البلاغات وما هي حوادث الأجهزة والمنتجات الطبية وكيف يتم الإبلاغ، وما هي المتطلبات لإكمال تحقيقات الحوادث والحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية. وفي آخر هذه المادة سوف يتم تسليط الضوء على رسائل السلامة والتحذيرات والتنبيهات وماذا يجب على الممثل القانوني من متطلبات وما هو دوره عندما تقوم الهيئة بنشر تحذير عن طريق الموقع أو للممارسين الصحيين في المنشآت الصحية. لذلك ندعوكم للتسجيل في منصة رواق للاستفادة من هذه المادة وغيرها من المواد التعليمية الهامة المنشورة على المنصة.